اهلا بكم. خلي بالكم من قضيه في منتهى الاهميه، قصص المرضى الغريبه، قصص احنا لازم نتنبه لها، خصوصا لو كان المنقذ الاول لعدد من المرضى دي هي انت، يعني مش الدكتور، لا انت قريب المريض، حد موجود في مكان. اللي انا هحكي لكم دوت المنقذ الاول مش دكتور خالص. لما انسان تلاقيه يعني راجل شكله شيك خالص، نزل من العربية شيك معاه سواق، راجل يعني واضح انه له هيبة، يعني دخل مثلا مكان وليكن في بنزيمة من الماركتس الموجودة في البنزينات، وتصرف تصرفات غير لائقة على الإطلاق. فجأة مثلا واقف قدام باب الحمام، في حد جوه، بدأ يعمل يورينيشن قدام باب الحمام. ده بتحصل، دي حصلت، وهو بيتحرك قدامه حد راح مزعق له فجأة كده من غير سبب، بيكلم الكاشير بيقول له هات لي علبة سجاير، فالكاشير قال له نوعها ايه، قال له انت يعني رد عليه رد مش لطيف خالص. الناس يقول لك ده شارب ولا ده ايه، ده شكله يعني راجل محترم ما بيتنحش، بس عصبي جدا وبيشتم جدا، والسواق بتاعه داخل وراه بيحاول يهديه، يا سعادة الباشا مش عارف ايه، او يا فندم كذا كذا. وتنبهنا وتنبه الكثيرين لو حد بقى مركز قوي ان ده سكره منخفض. تقوم تقولي سكره منخفض ده يدخل في غيبوبه، لا ما هو دلوقتي في غيبوبه. تقولي غيبوبه ايه، ده ماشي على رجليه. ما دي بيسموها الغيبوبه المتحركه، او الغيبوبه اللي الانسان فيها بيتاكتف عادي، بيمشي وبيقف وبيتكلم ويشتم وبيبقى عنيف وبيبقى بيتصرف تصرفات يقولوا عليها في الطب تشايلد هود بيهيفير، التصرفات طفوليه، بس هي مش تصرفات طفوليه، هي بين قوسين تصرفات غير مناسبه، امبروبر، يعني حاجه مش يعني مش 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 جيده خالص، فيها تصرفات غير اخلاقيه احيانا. ده نقص سكر بيحصل كتير جدا لناس كتير، انه واحد يقف في البلكونة في بيته، راجل المحترم اللي كل الناس بتحبه، ويقف في البلكونة يشتم في جيرانه، ده ايه، تجنن؟ ده ما تجننش، ده نقص سكر او غيبوبة كبدية او غيبوبة كبدية، حاجتين يا جماعة الانسان فيهم يتصرف تصرفات مش عقلانية، مش مناسبة خالص لسنه ولا لهيئته ولا لشكله. طبعا في ناس عندهم ربنا يعافيهم ويعافي كل الناس، حالات مثلا نوع من الاتاكسيا، اتاكسيا يعني مشكلة في المخيخ، نوع من الاتاكسيا يعني بيحصل فيها تصرفات همجية شديدة، ممكن واحد يكون عصبي ويضرب ناس ويحتف طوب على المارة ويعمل يعني تصرفات تخليه على طول لازم الحكومة تدخله مستشفى الأمراض العقلية، ويتحط كمان في عنبر، بيسموه عنبر الحالات الخطرة، عنبر المراعاة الكبيرة، يحطوه في أوضة مبطنة لأنه عنيف أجريسيف. ده دي حالات تانية، حالات من الأتاكسيا المخيفة، فون ريكلينهاوزنبرج، يعني حالات يعني مرضية مش شائعة، نادرة. لكن السكر المنخفض ده بيحصل نتيجة إن حضرتك خدت الانسولين وما افطرتش، وفي ناس بتعمل الحركه دي، بياخد الانسولين وما تاكلش، او الكبد فيه مشكله. الكبد هو المتعامل الاول مع الجلوكوز، واحد من المتعاملين المهمين جدا مع الجلوكوز، لو في مشكله ممكن الجلوكوز ينخفض، فتلاقي الاعراض دي تبدا تظهر. هنا لازم اول حاجه نتعامل فيها مع هذا الانسان ان احنا نديله ميه بسكر، وما تديلوش حاجه حلوه، ما تديلوش شوكولاته، لان الشوكولاته فيها دهون، والدهون هتعيق امتصاص السكريات، فيعني هيتاخر، بس لو هي الموجود، بس ميه بسكر دي موجوده في كل عصير، عصير. عشان كده مرضى السكر اول ما يبدا يفقد الوعي او وعيه يقل لازم يبقى معاه ميه بسكر في العربيه، لازم يكون معاه كوبايه عصير، يعني عصير مقفول في العربيه يفتحه ويشرب على طول. والثواني هنا مهمه، لانه ممكن قوي يقول لك اماركن لما اوصل للحته اللي انا فيها، انا دلوقتي في حته مش عارف اركن فيها، لا، وهنا ده دور البلد، لازم يبقى في اماكن للركنات على الطرق، عشان الناس دي لو هو سايق او محتاج انه يقف
في جنب، ما يقفش في وسط الطريق ويقفل الطريق. دي نقطة شديدة الأهمية، فما تستغربش، ولازم أنت نفسك تبقى أنت المشخص الأول، لأنه هنا ما فيش دكاترة، أنت قاعد في السوبر ماركت جوه بنزينة، واحد دخل عمل كده، مين اللي هيشخصه في الأول؟ أنت. أنت لازم تكون فاهم كويس إحنا بنقول إيه. خليك دايماً مع الناس الحلوة.